السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم ما وراء الجدران. اليوم مشاهدينا اخترنا لكم قضية متعلقة بالميراث وقضية متعلقة كذلك بتزوير عقد هبة من طرف ابن متبني. راح نخوضوا في تفاصيل هذه القضية وهذه العائلة اللي جاتنا من عين تيموشند. قبلها أكيد نرحبوا بالضيوف اللي شاركوني في تقديم البرنامج، الأستاذ عبد الحفيظ كورتال، أهلا بك أستاذ، ونرحبوا بالشيخ شمس الدين، مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا، شكرا. مشاهدينا، إذا قلنا أنه قضية ميراث، حيث أن ابن متبني قام بالتصرف في كل ممتلكات والده المرحوم بموجب عقد هبة مزور بموجب أحكام قضائية صادرة عن العدالة الجزائرية، وهذا العقد اللي كان سبب في حضور عائلة هذا الطفل المتبني أو شقيقه المرحوم هنا البرنامج باش ينورنا ويقدم لنا التفاصيل على هذه القضية. سيدي مرحبا بك معنا في بلان وما وراء الجدران، ونرحب كذلك بك سيدي. شكرا. الحاج انتم جيتم من عين تيموشند، اولا نرحبوا بكم. الله، ثانيا خوك هذا كان تبنى هذا الولد ويعني رباه وكبره، بعدها خوك توفى، هذا الولد راح تصرف في الممتلكات ديالو، دار لكم عقد هبه. خوك توفى في 9 ماي وهو دار عقد الهبه في 11 ماي، يعني يومين مرة توفى قال لكم انه دار لي عقد هبه، وباع الارض وباع المنزل وباع كلش، هكذا الحاج؟ يعني بعد كل هذا تبين انه كلش كان مزور. كل شيء كان مزور. اذا نحكي لنا هذه التفاصيل. هو كي زور وحرمكم انتم من حقكم. واه واه، تفضل. احنا درك كاين سما غير انا، خاطر معايا زوج خواتات. زوج خواتات راكم تعرفون النساء. انا كي مشيت عند وكيل الجمهوريه، خاطر دفنه، هو دفنه بدون تصريح. بدون تصريح دفنوا؟ دفنوا بدون تصريح. مشيت عند وكيل الجمهوريه قدمت شكوى. نبداو الحاج، معليش اسمح لي، نبداو من المستشفى، من اللي مات، من نهار مات. واه، هو مات لو 9 ماي. فوالا. هو في الليل مرض، الخميس في الليل مرض، داوه ليرجونس. ليرجونس كي شافوه مريض كراف قال له روح شور خليه يقعد هنا. هو في الليل توفى. هودوه للسبيطار. كي هودوه للسبيطار صباح الولد مشى يجيبه، كانت الجمعه لو 9 ماي، بالنهار تاع الجمعه قالوا له ما تقدش تديه، وحتى للحد يكونوا هنا الطبه وروح ديه. هو يمشي يشوف واحد يسكن في السبيطار، ومرته طبيبه، مشى حشماه، خرجوه بلا تصريح بلا والو. وعلاش هو هكذا تقلق باش يخرجوه يدفنوه بلا تصريح بلا حتى حاجه؟ باش يديروا عقد الهيبه. باش يديروا عقد الهيبه. انا ما خبرونيش، انا حتى جا جاره، جا بالك قيس الرابعه ولا خاطر نهار الجمعه، جا قال لي يا ودي، جا عزاني، انا بروحي كي عزاني، قلت انا هذا مرة، قال لي ودي عمي قدر راه توفى. خوك متوفي وانت ما على باليش؟ ما على باليش والله، ما خبروني. طلعت انايا لقيت الدنيا مخلطه، الدنيا من بعيد جا وهذا، وانا ما قالوليش. على ما قالوليش استدير باهي قدو يديروا التزوير، ولكن بصح انا كي طلعت لقيت الطبيب خارج من تم. أنا قلت يمكن الطبيب هذا دار لهم سيديكا ميديكا، صح. قعدت واحد 6 أيام، مشيت البلدية قلت لهم ودي يعطوني سيرتيكا ديسي، قالوا لي ودي وك ما توفاش، أنا توفى في السبيطار نتاع تموشن. قال لي السبيطار يبعثوا البلدية تاع تموشن، قال لي روح البلدية تاع تموشن. أنا ما مشيتش البلدية، أنا مشيت ديريكت السبيطار، قلت لهم أعطوني سيرتيكا سيجور تاع العريش قويدر، أعطوني سيرتيكا سيجور، دخلوا له 9 ماي وخرجوا له 9 ماي. انا مشيت قدمت شكوى عند البروكيرور. واش قدمت؟ واش كان مضمون هذه الشكوى؟ المضمون هذه الشكوى بالعربيه باللي راه دفنه بدون تصريح. بدون تصريح. كاين عداوه ما بيناتكم قبل الحاج؟ مع هذا الطفل؟ لا، ما عنديش عداوه مع الطفل، العداوه مع مرت خويا. مرت خويا ما تحملناش. بركه. ايوا، يقدم شكوى، الوكيل قال لي دوك نزيد لك عليه جدرميه. قعدت واحد 15 يوم جدرمية جاو عندي قالوا لي مشي دير شكوى، قلت لهم واه، قالوا لي مال الوكيل راه زيفت معاه، قالوا لي روح. مشيت عندهم، كي مشيت لقيت شاف دو بريكاد قال لي كيفاه صرا، قلت له ودي ها كيفاه، قلت له دفنوه بدون تصريح، قال لي دفنا بدون تصريح، قال لي دوك تشوف غادي نلغى هنا غادي ندخله سيلون، قال لي روح غدوه على الربعه، روح غدوه على الربعه. كي وليت لقيت لاجيدون قلب، قال لي يا صاحبي السيد متوفي في داره وانت تقول لي متوفي في السبيطار، قال لي روح شور دوك انا غادي نزيفط للبروكيرور نقول له بلي السيد متوفى في داره. لا صحه،
نقعد 10 ايام يعاود يجيني جندرمي. صاحبي قال لي روح تبع الملف تاعك، قال لي ما تبعش الملف تاعك، قلت له الكشاف تاعكم، قال لي روح، قال لي روح هما راهم داروا بريا. قلت له صح. هي مشيت خلطت عند ذاك جندرمي اللي كان شاد الملف، قال لي كي سموك؟ قلت له سموني باك امك منا. قال لي وين تمات؟ قلت له نو في مي. قال لي يا صاحبي هان على الشيطان. قال لي الله ينعل بك زين. قلت له كيف؟ قال لي ها يا سيدي كاميديكال هنا دايرين بالطبيب، سيدي كاميديكال مع الطبيب اللي ميت له ساز. ساز؟ ايه. قلت له ودي نعرف الشيطان صاحبي ميت له ناف. قال لي ها ودي باغي تهبني. قلت له انت باغي تهبني؟ قلت له هو مات له نوف. لو نوف مي. قلت له انتم جيتوني السبت لو 10 قلتوا لي على السلاح. قلت لكم السلاح انا خاطيني. قلت لكم اودي من الباب برا انا خاطيني. من الباب لهي استغفر الله. من الباب لهي خاطيني. من الباب برا ارواح عندي. واش مسلاح تاع خوك؟ واخا خويا كان باتريوت. فهمنا خوك كان كان باتريوت. حارس بلدي. لا ماشي حارس بلدي. راكب سلاح باتريوت. باتريوت. دفاع ذاتي. دفاع ذاتي. دفاع ذاتي. نعم. جدرمي هذا قال لي اسمع. في العشرة جاو يطلبوا منك سلاحه. في العشرة واه. على اساس مدفون في التسعة. راه مدفون في التسعة. خلاص متفق عليه. واه. هو هذاك المتربي. شكون اللي قال لك بلي توفى يوم التسعة؟ ايه. شكون اللي قال لك بلي توفى يوم التسعة؟ حضر في الجنازة استاذ. استاذ سمعت لا انا على بالي. هل عنده شهادة تثبت ذلك؟ يعني عندك ما يثبت بلي توفى يوم التسعة. دروك غادي نخبرك كيف. تخبرنيش قول لي عندك ما يثبت. عندي ما يثبت. عندي ما يثبت. عندي ما يثبت. خلاص اذا عندك خلاص. عندي. اللي هي. قلت لك هذاك جدرمي قال لي راهم دايرين باللي باللي ميت الطبيب داير سيديكا ميديكال باللي ميت لوساج. قلت له ميت لو نوف. قال لي لوساج. قال واحد جدرمي قال له جيب لي البيرو تاع الشاف. مشى جاب له البيرو المفتاح تاع البيرو حل جبد الريجيست شوف دار هاك خبط راسه. قال لي تصوير كبير راه هنا يا الله. قال لي تصوير كبير. قال لي هو ميت لو نوف. قال لي وحنا درنا تيليجرام للسيكتور لو 10. عندك تيليجرام تاع الداك باللي تيليجرام بعثوا تيليجرام للسيكتور سيكتور ميليتير. في العشرة كتبوا باللي السيد مات. السيد مات لو نوف. قال لي هنا تصوير كبير. يعني لولا السلاح اللي جاو يحوسوا عليه ما ندير والو انا. ما تقدرش تثبت انه توفى لو نوف. ما نقدرش نثبت. ما نقدرش نثبت. لحسن الحظ انه خوك كان دفاع ذاتي وكان عنده سلاح. ولكن كاينه شهادة الوفاة باللي توفى يوم. كاينه شهادة الوفاة. نعم. ما توفاش في المستشفى. هو توفى المستشفى. كي جا يديه الولد اللي راني نقول لك الان توفى في المستشفى. لا هو اخرجه بدون وثائق. المستشفى ما كتبلوش بلي توفى. ما كتبوا له. يعني قانونيا نقولوا خرج حي. صح هو توفى في المستشفى داه للدار. لو كان خرجوا بالوثائق هانا نعرفوا الحاله حي ولا ميت. يا شيخ على هو خرجوا بالمعرفه. هذا ترتيب لشيء معين. الله يرحمه. كان يوجد الحاله معينه. كان هو خرجوا بدون وثائق لانه يعلم وعلاه يخرجوا بدون وثائق. وكانوا متفقين باش يديروا الهيبه. خليني نقول لك الحاج. لما يموت انسان داروا له جنازه. الناس راحوا للمقبره. راحوا. يعني الناس تاعين تيموشنت. اللي حضروا جنازته تاع عين الطلبه. تاع عين الطلبه اللي حضروا جنازته اصحابه شافوه حضروا الجنازه في التسعه. حضروا ان شاء الله في التسعه يعني كلهم يؤكدوا كل شيء على بالهم باللي ميت التسعه. اذا شوف عندك شهاده الوفاه والورقه تاع الدرك الوطني اللي بعثوا للقياده تاعهم يقولوا لهم بلي فلان مات في التسعه. وعندك شهاده الناس اللي حضروا الجنازه وصلوا عليه في الجامع. وعندك الهبه بعد الوفاه. وعندك الهبه بعد ما مات. أنا حابين الناس تفهم هذه النقطة. أن رجل مات في التسعة ودار شهادة لوليده هيبة يعطي له المسكن في 11 مور ما مات. معناتها خارج من قبره وسينيالو. قالها لهم الزوج خاطر شرعنا بالجنايات في سيدي بلعباس. قال لهم وين توفى؟ استغفر الله ربي. قال لهم هو توفى لو 9 مي. قال لهم ولو 11 قال لهم خرج من القبر تاعها وجاب سملكم. شفت. نزيدكم حاجه واحده اخرى. زيد. البصمه على بالك ما بانش. عام وانا نتبع المحامي نقول له استاذ مازال القضيه ما تبان. اصبر يقول يا صاحبي يا اخي اصبر. علاش راك مقلق؟ علاش راك مقلق؟ ودي قلت له راه في عام. عرفت انا باللي راه سيء. الحاج بصح حنا لازم نعرفوا انه هذا الطفل متبني ماشي وليدو البيولوجي. لا ماشي ولده. دوك تحوسينا في جوجمون.
تلقيه باللي زايد في بالعباس. وانتو ما كان على بالكم باللي ماشي وليده؟ لا، هو كان بروحي انا وخويا مشينا جبناه. خويا ما يضناش، خويا ما يضناش، ما عندهاش البز. انا وياه طلعنا بالعباس جبناه. مرته قال له خصك، قالت له خصك خاطر انا عطيتها بنت. انا عطيتها بنت، قلت لها ولدي انت اخويا انت رب العالمين ما عطاكش، كي ولادي ولادي غير كيف كيف، هاك البنت اديها ربيها، اديها رباها. مرته قالت له خصك غير تجيب ولده من السبيطار، ما عندهاش مباه، ما نعرفوش. وهذا الطفل شوف واش دار، راح زور وراح حرمكم المحكم. الطفل هذا باش الطفل يحتاجوه باش يورث، لانه بنت وزوجه، ما كانش طفل، هذيك الزوجه تخاف على روحها، تقول لازم بني باش يغلق على كل ورثه. ولذلك نظل لذلك راح دارت التزوير مع بنها. هي ثاني متهمه بالتزوير. واه دار دايره التزوير هي. كانوا متابعين جنايه التزوير في محرر رسمي. واه نحكموا لهم شحال، ثلاث سنين الحال. ثلاث سنين. ودخلوا الحبس جوج. دخلوا الحبس ثلاث سنين. والعقوبه تقول من 216 تقول من 10 الى 20 سنه. سجن. من 10 الى 20 سنه. أو الحكم القضائي يعني وسديد الصلاة عليه. ثلاث سنوات عقوبه الجنحه. شيخ من الناحيه الشرعيه التبني. نعم. نحن امام مجموعه من الكوارث. الكارثه الاولى هو التبني. الإنسان يجيب طفل يتيم يربيه، لا يجوز له يعقل اسم العائلة. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. هذا كان خطأ كبير الحاج، لازم ما يعقلوش اسم العائلة، جابوه يربيه، الله يكثر خيره ويكبره. هذا الخطأ الأول، فهمتني الحاج؟ الخطأ الثاني أنك طفل هذا كيجابه ما رضعش من عند المرأة. ان المرأة لا 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 ما رضعش عنها. صح، هاي ماهوش حتى وليدها من الرضاعة. لا ماشي ولدها. انت عطيت له بنتك، دوك بنتك يتكبر مع هذا الرجل، هو اجنبي عنها. واه ماهوش خوها من الرضاعة. لا ولا قولوا وليد عمها ولا ما كان والو، فهو اجنبي. مجموعة من الكوارث، وهذه درس لكل العائلات اللي يظنوا بلي ما يديروا الخير، يروحوا يجيبوا طفل ما يرضعوه ويلحقونه بالنسب. الان هذا الطفل راهو منسوب الاول الخوك. واه او منسوب الخوك الان. واه واه لازم ترفعوا ثاني دعوه قضائيه. صحوا النسب، تنحوه من النسب نتاعو. ماهوش وليدو. وصعب جدا انك ترفع دعوه. هاي لك راهي مجموعه كوارث يعني. في النهايه راك شفت خوك ميت في تسعه وجاب لكم قابل لي خوك كتب له هبه في 11. في 11. والحاج البصمه تاع من في البصمه للان مازال ما بانش. ما داروش خبره. ما داروا والو. وش شوفي صرنا في الجنايات ومين قال لهم الزوج قال لهم شكون اللي بصم؟ انا كنت جايك على البصمه، على بال كنت جايك على البصمه. خاطر فوتنا قضية التحقيق في كي يقول له في تموشن. ومن بعد عاد شرعنا في الجنايات. قضية التحقيق قالت لي مين كان تحقق؟ انا حقت معايا غير خطره. قالت لي كيفاه صرا؟ قلت لها كسرها 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 كسرها. هما بالك شهر وهي تحقق معاهم. ما بعد كي كمل التحقيق لغات لي. قالت لي تعرف عليها لغيت لك؟ قلت لها لا. قالت لي لغيت لك باه نقول لك باللي التزوير ثبت 100%. الحمد لله. قالت لي قلت لهم جيبوا لي النكوه تاع المرحوم. قالت لي ذاك اللي متبني قال لي يا ودي تودرت. قالت لي قلت لها معليش. قالت لي ضبطهم هما الربعه، هما زوج وزوج شهود، غاديين معاهم زوج شهود. قالت لي بصموا. قالت لي وصفت للدائره، صفتوا لي الدوب تاع النكوه. قالت لي بعثتهم للجزائر. قالت لي كيردوا لي قالوا لي هذه البصمه ماشي تاع حد، تاع واحد اخر. يعني كلش مزور. كلشي مزور. بنتي. ويما واش كان دخلها في الحكايه؟ دورها في القصه. كلشي من تحتها. شفتها. كلشي من تحتها. لانه هو يحفظ لها الورث. هي هو يخلي الباقي ما يورثوش. هو اصلا هو لا يعرف. الشهود حكموا لهم. كيفاش يعرف؟ لا إيه هو عام حبس. هو متبنى. غير نافذ. بصح هو مسجل باسم. هو ثلاث سنين. ايه هاو قلت له الخطا الاول انكم درتوه تبني، لان شرعا هو لا يعرف. يا شيخ والله. السكن هذا ديتوه الان ديتوه. شو سكن تقسم بين الورثه؟ بلا مجال. باع. سكن تقسم بين الورثه؟ بلا مجال. باع. باع خطرتين. شو السيد اللي كان باغي يدي الارض ادى الارض وعاود كيخرج لهم العقد هذاك تاع التبني.
قال لهم دروك انا عندي السكنة بيعوه لي. ولكن الحاج كيفاش باعوا كاع هاد الممتلكات بعقد مزور؟ بصح شكون يريضهم؟ ما كانش يريض. كيفاش تتم عملية البيع؟ ما بني على باطل فهو باطل، هذه قاعدة لم يلتفت قاعدة قوية معروفة. وهاد العقد لا لا المشتري، ولكن هما لما جابوا الحكم الجنائي تاع التزوير يعني يثبت بأن هذه عملية تزوير تاع العقد هذا، من بعد المفروض هما يديروا إجراءات ويخبروا الجهات بأنه كاين حكم تاع التزوير باش يحبسوا كل شيء، ولا يروحوا للقضاء باش يلغيوا كل المعاملات العقاريه بين الحكم. ولكن هما ما نظنش داروا اشياء. يا استاذ هو مؤخرا بعثوا لها من محكمه تاع بلعباس املاك الدوله كيفاش يعرفوا اللي كاين ملك تاعك راه صغير املاك الدوله. يا استاذ انا درت ربعه تاع المحامين مديريه املاك الدوله ولا الجهات اللي مر عليها العقد، اذا ما عندهمش علم باللي كاين حكم تاع تزوير بخصوص هذا العقد ما يعرفوش. هما بالنسبه لهم يجيبوا الشهاده السلبيه نيجاتيف تاع الملف يلقاو صحيح ما فيه ولا مشكله يبيعوا بين بعضهم. انت حتى انت من ظلم عندك الصفه. لماذا؟ لانه ما دام هذا الطفل المتبنى ولا الابن تاعو اذا هو عاصب، هو وريث عاصب تاع الاب نتاعو توفى. اكي فهمني واش راني نحكي استاذ؟ اذا انتوما لازم ديروا اجراءات فيما بعد، اذا كانت عندكم الصفه ديروا اجراءات فيما بعد باش تخبروا كل الجهات بانه كاين حكم تزوير. بصح كي ندير مبلغ الشيخ انا؟ يعني فاني فاهمك، يعني انت ما عندكش تصور كيفاه. ما نعرفش كيفاه ندير مبلغ انا. ما تعرفش هو ما يعرفش. ما عندوش تصور كيفاه يبلغ كيفاش يعرف يروح كيفاش يعرف يروح للوكيل يشكي وكيفاش يعرف يعني كل الامور هذه كلها عرفها. كان يظن ان هذا عمل المحامي والله اعلم. عمل محامي ها محامي انا ندير محامي يعني انتم ما درتوش الاجراءات هذه، ما رحتوش بلغتوا انه العقد مزور لابطال عمليه البيع. نديرها انا ديراكت؟ ما نعرفش نديرها. تبلغ البلديه شكون يديرها؟ شكون يديرها؟ انا نكلف المحامي هو اللي يخدم هاد الصوالح، هو اللي يعرف القانون. واللي يديرها وحدك الان وشوفه سهل الاجراءات باش. ولكن العقار تباع اكثر من مره على ما اظن، ولكن ايضا نقول لك باللي اللي شراو تعرضوا الى عمليه نصب. اللي شراو نعم تعرضوا الى عمليه نصب. ولكن هل اذا راحوا الاملاك الدوله وبينوا انه كلش كان مبني على باطل؟ المعاملات العقاريه تمت مره واثنين والعقاري بين صافي، ولكن كان المفروض اللي عنده المصلحه والصفه يروح يطلب الغاء عقد الهبه، لانه هذاك هو عقد الهبه. لا اذا كان عقد الهبه راه رايح للبيع استاذ. لغيتوه؟ راه في البيع. لغيتوا العقد؟ ما نعرفوش نلغوه. مازال ما لغيتوش العقد. الحكم اللي بعثوه يعني استاذ اذا ما لغاوش هذا العقد مزور. استاذ اذا ما لغاوش العقد يقدر يكون في عمليه بيع اخرى؟ طبعا العقار صافي وخالي من كل المشاكل. هل شكون اللي شرى عليه؟ يعني هو يقول لك الحاج لو كان ما تلغيش العقد الهبه المزور يزيدوا يقدروا يزيدوا يبيعوا، انتم تقعدوا دائما محرومين من حقكم. تلغي لا ما يلغيش عقد الهبه المزور لانه هذا اصلا مزور صرف القضاء. العقود التي تلت عقد الهبه ما بني على باطل فهو باطل. العقود اللي جات بعد هذا العقد كلها باطله على اساس انها مبنيه على عقد مزور. العقد هذا كيفاش مزور؟ القضاء الجنائي قال بانه عقد مزور، اذا كل التبعات وكل التواريخ اللي جات مر العقد هذا تعتبر لاغيه، ولكن لازم تكون عندك الصفه والمصلحه انك ترفع دعوه باش تلغي هذه العقود. نعم قول لي الله يوضع عليك الحال. اسمح لي، اخوك كان مريض؟ ما مرضش بزاف. لا يعني كيف باش دخل المستشفى ماله؟ مرض واحد السيمانه ولا؟ جيد. ايوه هذا العقد داروه المفروض زعما في هذيك الوقت اللي كان مريض. لا صح هو توفى في وما حسب العقد انا عارفين كان متوفى ولكن حسب التزوير كان في 11 في الشهر دلو هو ما يقول 11 في الشهر كان في القبر. اني عارف الحقيقه ولكن حسب هذا المزور دارها له وهو حي. هما شو فهمتني ولا فهمتني؟ انا فقط حبيت نلبه لواحد المساله فقهيه، لان الهبه التي يديرها الانسان وهو في مرض الموت باطلة لا تصح ولو كان صح دارها. لا ما يديرهاش. خليني فاهمك. هاو إنسان أو مريض وراح دار هبة هو حي، ولكن في مرض الموت الهبة باطلة، يعني ولو يكون حي ما بالك أنه كان ميت. فهمت ولا ما فهمتش؟ الشيخ هنا حتى بالهبة يحرمون من الميراث. الذي لا يحرمون من الهبة، تحرم الميراث أكيد إذا ثبتت الهبة. أستاذ بلي رجل استنى دقيقة، إذا ثبت بلي مد أملاكه في حياته أكيد ما يورثوش. ولكن بعد أن ثبت بلي رجل في 9 كان في القبر والوثيقة تكلم 11 ماي مزورة فهي مزورة، إذا الأملاك أملاككم. يا الحاج كيفاش أملاكهم شيخ؟ أملاكهم كيف؟ هو هي مزورة الهبة. هبة لا مزورة، ولكن لما توفى ما كانش هبة، نحيوا الهبة. ها يروحوا يديروا فريضة
لما يديروا فريضة يخرج العريش مدني هو متبنى ولكن مسجل بابنه. هنا هاي النقطة اللي نقول له التومة كاع واش راكو تعانيو مبني على مخالفة الشرع. يعني هنا المتبني ما عندوش الحق في الميراث. ماهوش متبنى هو في الوثائق مسجل بابنه. في الوثائق ابنه. ولكن تنقول انا وخويا رحنا جبناه من سيدي بالعباس. اذا استاذ الله هو الوريث الوحيد والشرعي. مع المرأة اللي ربته ولكن كانها امه. تورث اظن هي تدي الثمن وهو وخاوته ما عندهمش الحق. اذا عند الاخوة ما عندهمش الحق طبعا. غير هو ويماه. هو عاصب. ما فهمتش. ما فهمتش. لما يكون لما يتوفى انسان ويخلي ابن ذكر. ويخلي ام يعني زوجة. الاخوة واش يورثوا؟ ما يورثوش. يعني يورثها ولده. نعم. يعني يحجبهم يمنعهم. طفل عاصب يعني هذه الفريضة هذه الهبة تلغيوها انتوما. راكم لغيتوها ورحتوا لغيتوها. هو راح يملك الشيء هذا بموجب الوراثة. لأنه سجل اسمه يحمل اسمه. هذه الوراثة مزورة أستاذي لأن هذا الطفل ماهوش وليده. راح انتوما درتوا خطأ درتوه تبني درتوه وليده. خطأ. بصح هل القانون يمشي مع هذه النقطة اللي قلتها؟ لازم يروح ينحي التبني. صعب جدا. قانون الأسرة في الجزائر يمنع التبني. احنا عندنا الكفالة نقطة الأساسية. ولكن قانون الأسرة أيضا ما يعطيناش طرق إلغاء النسب. يعطينا يقول لك يجوز للقاضي عند إثبات النسب. رجل عقيم عنده نفي النسب. نفي النسب ما كانش تنظيم تاعه في قانون الأسرة. إيه نعم كان استغرق قانونيا. راك شفت مرة من المرات مر معنا شخص اللي عنده تحليل الأديان يقول ماشي بنو ومع ذلك الحقوا النسبة بابنه. الآن لازم يلغيو باش يصح لهم. هي كل القضية هذه كلها على الميراث باش يصح لهم نصيبهم من الميراث على أساس أن الواقع يقول بلي هذا مش ابنه. لازم يلغيو النسب تاع هذا الابن. لابد تبقى الزوجة وحدها. تبقى الزوجة وحدها عندها ثمن. لذلك الزوجة عارفة بأنها عندها ثمن. توفات. لذلك لذلك حد باش تحجب الإخوة ما يورثوش. هذا علاه جابت ولد. يا ونهار قالت له لازم لك ولد كانت تخمم في الميراث. زوجة يعني الولد هو اللي ينحيكم. اذا هنا ما يستفيدوش من الميراث لو كان حتى لازم يديروا اسقاط نسب. حتى يديروا اسقاط نسب. لو ما يكونش فيه اسقاط نسب ما يكون فيهم والو. ولا شيء. فهمت الحاج. راك تباين دايخ شويه. دوخناك الحاج. راني دايخ. راك ولد انت جيت لهنا دايخ. انا راني مدومي لويت وانا نجري. زدنا دوخناك اليوم الحاج. الحاج اشفى. نقطة البداية رقم واحد تجري وباش تنحيوا له النسب. ما هذا ماهوش وليد. ماهوش وليده. مع اسقاط. انتم منين جبتوه هذا الطفل هذا؟ من السبيطار تاع بلعباس. عطاكم وثيقة. رسمي يكون عطاوه وثيقة. عطاكم وثيقة ومن غير المعقول انه انسان يجيب طفل من المستشفى بوثيقة. ما نطلعش من المستشفى لان المستشفيات ما تمدش اطفال. من مديرية النشاط الاجتماعي. من المستحيل انسان يجيب طفل بتاريخ وفي نفس اليوم تولد زوجة تاعو. الله يرحمه. يعني هذا دليل بانه حقيقه تكون حجه باش يستقطن. طبعا هذا تكون حجه باش يتقنع القاضي بانه من غير المعقول هذا الشيء يوقع ويتلغى له النسب. اذا تلغى له النسب راح تكونوا انتم الورثه الشرعيين تاع الاخ تاعك. وكذلك لازم له انه يلغي العقود. وما بني على باطل لا باطل. حتى العقود حتى اذا الغيت ما عندهاش دور لانه قلنا اذا الغيت العقود تاع الهبه يبقى الطفل هذا وريث. يعني اساسها هو الغاء النسب. عصب يحجب غيره. بصح درك كي يلغي العقود السكنه تبقى محجوزه ما تبقاش في البيع. وقسم على الورثه في البيع. حتى اذا بعت 20 مره اذا ما قدرتوا تبطلوا كل شيء الامر يختلف. الحاج بقات كل هذه عمليه البيع الحكم تاع التزوير تحتاجوا انت باش تحبس عمليه البيع وتلغي عمليه البيع على اساس انه كاين تزوير. الحاج بقات نقطه. عميل قول لي عميل مدني قالت لي نقطه فهمها لي. الموثق اللي وثق عقد الهيبه في ال11 وراجل ميت لكن زوروه ما وثقوش الموثق. اذا التزوير كله حتى انا حسبت كل داخل معاهم الموثق. كان الموثق كان ايضا حكموا عليه بعقوبه. لا ودين موثق ما حكموا عليه والو. اذا ماهوش ما حكموش عليه على اساس انه لا الموثق متورط ايضا. الشيخ قال لك ما حكموش عليه براءة. ما حكموش عليه شيخ. خرج براءة. اذا هو اعتبر غير معني بالتزوير. حكموا عليهم عام. عم سورسي. ماذا استعملوا اسم الموثق والختم نتاعو ولا كيف هاو كاين ختم؟ نعم استعملوا. لا هو وثق لهم. هذا فهمني هذه النقطة. هذا الموثق مشهور في التزوير. ايه في تموشن. إنسان يبغي يزور
قال روح عند فلان عند فلان. ومن بعدها ختم مكتوب نسخه طيب الاصل وفيها الختم. يعني علاه انا مصدقك عمي مداني او سبق عندنا هنا ما باعت فيلا تعاجلها والموثق كاتب بشهاده فلان والسيد جابنا شهاده وفاه بلي فلان كان ميت. الشيخ هذا 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 عقد اداري، هذا عقد اداري بخصوص الاشهار. موثق هذا. هذا العقد لا ابدا. راك تشوف هذا هذا مدير الحفظ العقاري وزاره الماليه. خلينا من هذا، مادام العداله قالت باللي هذا الموثق بريء، اذا هو استعمل البيانات نتاعو باش خرجنا عقد وجابوه. لما استدعينا الموثق العداله قالت باللي هذا ماهوش مداني، يعني ماهوش متورط في القضيه، ودارت إدانة فقط لهذا الابن وهذه الام. هذا هذا واضح جدا. نعم نذكر نتحدث بناء على حكم قضائي. نعم استاذ، باش تشهر العقد ما لازمش انهم يتاكدوا ربما من سلامه يعني عقد الهبه؟ كيفاش باش يشهروه؟ المفروض البيانات هذه كلها تتم، ولكن ما يقدرش المحافظ العقاري في يوم يدير 40 عقد ويتاكد من كل عقد. وكيف من غير المعقول يعني من غير المعقول. ولكن يعني اي عقد هبه يجي شهره عادي، ماشي اي عقد هبه. الجزئيه هذه الجزئيه هذه انا نتحدث بناء على اني عندي حكم قضائي يقول باني الموثق باري خلاص. مادام كاين تحقيق. ما نحكي على الموثق استاذ باش تشهر عقد، يكفي انك تقول لهم عندي عقد هبه يشهروه. ما يكفيش طبعا، ما يكفيش تقول لهم انه عندك عقد، ولكن كاين اجراءات سابقه تم. نظن تم اختراق هذه الاجراءات السابقه. المحافظ العقاري انا نعرف بانه يقدموا له العقود ويمضيها، ما يقدرش يراقب كل عقد. نعم. ولكن يزور يتحمل مسؤوليه تاعو. استاذ اسمح لي، مين صرعنا في الجنايات؟ زوج يقول لهم هو في 11 ماي كان ميت، كيف خرج من القبر وجا بصم؟ قالوا له هو بصم. انا قلت له اسيد الرئيس هما يعرفوا اللي بصم. قال لي واه نعرف باللي يعرفوا باللي بصم، بصح انا ما ندير لهم ما عندي ما ندير لهم. هي اللي بصم روح. لانهم هما اتهموا بإدلاء بقرارات كاذبه. شهود. هذه التهمه تاعهم. وانا ما كنتش معاهم. عندي 90% نعرف شكون هو اللي بصم. شكون هو اللي بصم؟ اللي بصم هو اللي شرى البلاد. اللي شرى كيقول الحاج واحد السيد يسكن في الخارج. نهار ماتت يماه يبكي من الخاوته. ما تدفنوهاش قبل ما نشوف يماه. يماه عزيزه عليا. كي جا شكل ما يغطوها بالقماش. واه واه. دخل بطا كي حلو صابوه قابض صباحه ويبصم لها فواحد فهمت؟ تحيش اذا ما مستعدين كلش. لا. بالك هو اللي بصم. لا بصح وصلوا وداروها له مسكين. بصح الشيخ يضرب. قلت لكم كي تاعت شكوى البروكيرور، والبروكيرور ردنا عنده كيقول له ردنا عند قاضي التحقيق. خاطر فت خطرتين قاضي التحقيق. ايه قاضي التحقيق الاول انا اللي شكيت، والبروكيرور هو ناثم. ردتني انا المتهم. شوف شيخ تسمح لي فقط سؤال محير بصح واحد ما انتبه له. هو يعني انت هذا الابن هذا والام المفترضه تاعو هما وارثين شرعيين بالموجب الوثائق. وارثين شرعيين، واحد ما نزحهم بموجب الوثائق، واحد ما نزحهم. نعم علاش يديروا الهبه؟ صح الهبه عليها. انا نقول لك علاه يديروا الهبه، لان لو كان يورث يدي حقه في الميراث، بصح الهبه يدي يستولي على كل شيء. بصح هو اللي يدي الميراث بما انه وحده وليده. هو شيخ هو عاصب ويحجب غيره. ايه الان فهمتك. يحجب غيره. يعني هو راح يدي كلش. راح يدي كلش هو. ايه. ما يحتاجش انه يروح يزور عقد هبه، يعني هذا هو السؤال اللي ما فهمتوش انا. لعله يخشى. وقد خافوا اسقاط لها. ما يديش ما يديش. هما كانوا ضامنين بانه الميراث يرجع كاع للورثه. كيفاه؟ المعلومه هذه اللي استفدنا بها من عند الاستاذ ما كانتش عنده. هما كانوا ضامنين باللي الميراث كي توفى عمي الله يرحمه الميراث كاع يرجع للورثه. صح. لا انا عندي جواب والله اعلم بلي هو لهذا مشاو. لا لعله يخشى ان هذا الرجل ربما تظهر عنده زوجه في جهه اخرى، ولا ما ندير هبه باش ولوكش ما يبان وليده ولا بنته يقطع كل شيء. هو كان على باله بلي متبني لانه رجل جابه من المستشفى لعله جابه واحد من جهه اخرى. جابها شويه كبير يعرف روحه. شحال كان استاذ باغي يستشرك في واحد؟ جاب لك واحد 4 سنين هكا كلها. نهار وحده جبتوه. واه كان كبير شويه. استاذ رغم توبه تزوير الهبه لماذا في المحكمه قالوا له بلي الملف تاعك مقفل يلغى؟ خلاص داروا ادانه حكموا عليه بثلاث سنوات وخلاص تزوير. الباقي ماشي المحكمه تروح دير الاجراءات. انتم اللي هو اللي يدير الاجراء باقي الاجراءات. استاذ الله يرحم غير والدي يقول لي كيف ندير باه نلغى هذا العقود.
مزورين. العقود طبعا زم العقد تاع الهبه المزور خلاص فيه حكم قضائي. فيه حكم قضائي باللي مزور. باقي العقود تعتبر صحيحه. علاش صحيحه؟ لانها لانها عند موثق وصحيحه كل شيء، ولكنها مبنيه على باطل، مبنيه على العقد الاصلي اللي باعوا به هو عقد مزور. الان ماناش عارفين هل باعوا بعقد الهبه ولا باعوا بالميراث الشرعي. باعوا بالعقد الهبه. اذا هذا العقد مزور باطل، كل اجراءات باطله، يعني تقدروا تصلوا بكل المديريات كتابيا تعلموهم باللي القضيه هذه فصل فيها القضاء، وتقدروا ايضا تروحوا للقضاء المختص باش ترفعوا دعوى باش تبطلوا العقد تاع البيع على اساس انه مبني على باطل اللي هو عقد مزور، القضاء المختص. وهما يكونوا ضحايا نصب واحتيال، يعني اللي شراو هما يكونوا ضحايا، يرجعوا اللي باعوا لهم يقولوا لهم باللي بعتوا لنا بناء على عقد وهمي. كيفاش عقد وهمي؟ عقد ثبت تزويره من طرف القضاء واعتمدتوا عليه باش بعتوا لنا وسلبتوا لنا اموالنا. فهمت الحاج؟ انا ما قدش نتبعهم خاطر ما قدش لهاد الصوالح. تاو عندك وليدك انت وليده؟ واه، ما هو ما يعرفش هاد الصوالح. يتعلم الحاج. الحاج يعني لو كان ميراث باش تقسموا الميراث يعرفوا. لا باش يقسموا الميراث يعرفوا. لا لو كان الاولاد هذا ما يعرفوا والو، بصح كون يجي الميراث باش يقسموه يولي كل واحد يعرف حقه. فلازم يعاونوك الاولاد الحاج. عمي المداني انت عندك سلاح قوي وهو ان المحكمه حكمت بلي هذه الوثائق مزوره. هذه راهي مهمه هذه. يا شيخ غادي نقول لك واحد الكلمه. نعم والله سيدي. العظيم ما تسالوني حلف الا كاع الولايات تاعت مشن ضدي. راني قلت لك انايا كونسيرفاسيون مشيت قلت لهم اعطوني باش نخرج لي فيلي فرونسي. تعرف واش داروا لي؟ قالوا لي عندك مساحه زايده خصك تخلص، وخلصت 7 ملايين ونص، وهذيك مبيوعه ديجا مبيوعه. هذوك من العقود باي صفه يقولوا لك انت ماك وريث، انت ماك ابنو، ماك زوجته، يعني هذوما الناس المرحوم توفى خلى ابن وزوجه، هذو هما اللي يرسلوه، ما يرسلوكش انت اخ، علاش يرسلوك؟ يريدون ارهاقك. لا ماشي يهبلوني. كاين جهه تريد ارهاقك لان الناس عشرات وباعت وعقارات وديور، وانت ياك تطالب بحقك، وبالتالي كاين جهه تريد ارهاقك. هاي الحاجه نعاودوا لك، النقطه الاولى روح ترفع دعوى توجد الادله تاعك بلي هذا الطفل ماهوش ابنه. خلاص. تنحي التبني ودير واش حبيت، كفاله ولا. النقطة الثانية، عندك ورقة من المحكمة بأنها وثائق مزورة، تبلغ لجميع الجهات. بصح هكذا الحاج على بالك بلي إذا ما درت إسقاط النسب ما كانش ميراث. شوفي هاي وين. ها وين. شو راهم كاتبين؟ وراثة العريش قويدر. شكون يكتبها؟ هذه كونسيرفاسيون، عندهم خلصت لهم 7 ملايين و400، قالوا لي خصك تخلصها. ورثة العريش قويدر ملزمون بتسديد مبلغ مالي. الورثة ما ذكروا شكون هما الورثة، ذكروا هما كون يعرفوا بلي عنده ابن عنده ابن وزوجة. واش تاع ما كانش كيسموها هذه؟ ما ذكروكش انت ذكروك بالاسم هنا؟ لا لا، انت معتبر نفسك وريث؟ يا انت معتبر نفسك وريث انت؟ واه. كيفاش وريث؟ واحد اللي عنده ابنه يورثوه الناس؟ ماشي ولده واش تاع ابنه؟ سجل باسمه. في الوثائق ابنه. انت تبني على الحقيقه بلي ماشي ابنه. ماشي ولده. اي لازم دير اسقاط نسب الحاجة راح تخلص 7 ملايين في باطل. اش ما خونوني؟ خونوك. يا الحاج قلت لك حاجة المشكلة ماشي ولده. خلصت 7 ملايين هكذا. هما قالوا ورثة، انت علاش تروح تدفع انت ماكش وريث؟ هما قالوا لي خاطر ورثة شكون؟ ورثة كاين انا وخواتاتي زوج ومرته. او ينحيكم لوليده. صح الحاج، سمعتنا واش قلنا لك؟ هو مسجل باسمه يعني وليده، يعني عنده الحق في الميراث، انتم اللي ما عندكمش الحق. هو ماشي مسجل بخصمه، وفي قري كيسموه وحنا كيسمونا. هو حاطينها اريش وحنا ماشي اريش، حنا لاريش. نفس الشيء، خطا في الكتابه، ولكن اسم الاب موجود، اسم الاب موجود، اسم الام موجود، عنده شهاده ميلاد فيها اسم الاب والام. صح، انت يعني الان لازم لك تدير الغاء نسب وتلغي العقود. شوف تبني وين تبني ونجر العائلات. هذا هو الدرس الكبير. الان انا نكلمك وفي البوليده نفس القصه راهي واقعه. رجل اعمال ناجح جاب طفل رباه، الان دلوا تبني، الان طفل استولى على الفيلا، على الشركه، على كل شيء. في الوثائق هو ابنه، ولكن رجل على باله بلي جابه. القطع الكبير هو التبني. نقطة البداية تروح تصحح النسب. المشكلة الآن أنه كل الناس تعلم، يعني إذا كانت عائلة كبيرة وأنا نعرف إحدى العائلات
كل الناس تعلم باللي هذا الابن ماهوش ابن اللي توفى، ماهوش من هذه العائله. يعني تسال حوالي 1000 ولا 2000 شخص يعرفوا، ولكن لما تروح للقضاء يجيبوا مثلا الام اللي رباته، يقول لها تأدي اليمين لانه اساس ان الاب تاعو توفى، تأدي اليمين، تأدي اليمين، تحلف هي باللي هذا ابنها وخلاص، والقاضي يرفض الدعوه يقول الام حلفت وقالت باللي هذا ابني وانتهى الامر. والتبني اصبح كارثه في المجتمع. ومن بعد تدي الفيلا وتستغفر وتروح تحج ويقولوا لها اطعمي مسكين ولا روحي حجي ما كاش هذا. اسمع يا الحاج، قال عليه الصلاه والسلام لعن الله من انتسب الى غير ابيه. هذه ما تتوقعش، ما فيها لا كفاره ولا فديه، لازم تصحيح النسب. وباش نختموا، وانت يا ما لم تصحح النسب تقعد في المشكله. انا نقول لك من الان وباش نختموا، قلنا الكلمه الاخيره ديالك الحاج. الكلمه الاخيره هو ان نطلب من وزير العدل والرئيس العزيز بوتفليقه يرد الحق للموالي. بعد ذاك لازم تسعى الحاج. هذا ما نطلب انا ان شاء الله. لازم الوثائق اللي تثبت باللي جابوهم بالعباس، وثائق اللي تثبت باللي جابوهم بالعباس وعمره 4 سنوات، وكيفاش يشوفوا باللي واحد يجيب ابن ب 4 سنوات ويسجلوا يقدروا يعاودوا يلجؤوا مديريه النشاط الاجتماعي سيدي بالعباس يمكنوهم من الوثيقه. استاذ مانيش عارف انا رجل اذا كان عقيم عنده وثائق بحثوا انتم. عقيم خلاص، اذا كاين ابحث عن الوثائق التي تثبت في حياته بانه كان عقيما. نعم يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا الاجراءات لازم تتخذوها. ان شاء الله ويعطيكم الصحه اللي جيتوا البرنامج ويرحم والديكم. شكرا.